نائب إلي كيروز عن القوات اللبنانية مباشرة من مجلس النواب. لا يعبر عن الحقيقة مطلقا. إن المسألة بالنسبة إلى القوات اللبنانية تتعلق بالسؤال التالي: ما الأصلح للبنان الغد في مناسبة النقاش حول المشروع الانتخابي الجديد؟ إن لبنان الغد بالنسبة إلينا من الضرورة أن يبقى على صورة لبنان الأساس، وطنا للإنسان، كل إنسان يريد أن يحيا بكرامة وحرية. إن القوات اللبنانية تؤمن بأن أسس الكينونة اللبنانية الحاضرة لا تزال صالحة للبنان اليوم كما للبنان الغد. من هنا إن قانون الانتخابات النيابية لا يمكن أن يكون صنيعة طائفة أو حزب أو فريق، بل يحتاج إلى أوسع توافق لبناني ممكن، انطلاقا من هاجسين أساسيين يجب تحقيق التوازن بينهما، وهما إصلاح التمثيل النيابي المسيحي والحفاظ على ميثاق العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين. وترى القوات اللبنانية أن مشروع القانون المختلط الذي توصلت إليه مع الشركاء اللبنانيين يمثل فرصة للتوافق السياسي العريض، وهو الأقرب إلى تحقيق صحة التمثيل النيابي في لبنان. ثانياً، في الإتجار باستعادة حقوق المسيحيين، في 1 حزيران 2008 أكد العماد ميشيل عون حرفياً أنه استعاد حقوق المسيحيين في الدوحة انطلاقاً من التوصل إلى قانون للانتخابات يسمح لهم باختيار ممثليهم. ورأى خلال العشاء السنوي للتيار الوطني الحر أن كل مسيحيي الشرق يهربون ومسيحيي لبنان عائدون، مؤكداً حرفياً أننا اليوم أعدنا في الدوحة حقوق المسيحيين بأن يعبروا بأصواتهم الذاتية عن ممثليهم. وهنا أسأل الرأي العام المسيحي: ما الذي جرى بين 2008 واليوم؟ كيف يتباهى العماد ميشيل عون باستعادة الحقوق المسيحية في 2008 ويكون هذا الشعار أساس حملته الانتخابية، ومن ثم يعود اليوم من جديد إلى المطالبة بالحقوق ذاتها؟ هل يعني ذلك أن الحقوق المسيحية لم تسترد في انتخابات 2009، وأن الحملة التي أطلقها التيار الوطني الحر إنما كانت حملة غش وخداع للرأي العام المسيحي؟ وهل الحملة ذاتها والغش ذاته يتكرران اليوم؟ ثالثاً، في تقلبات مواقف العماد عون من قانون الانتخابات النيابية، أدعو الرأي العام المسيحي واللبناني إلى ضرورة مراجعة مواقف العماد عون المعلنة في وسائل الإعلام والمتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، حيث يظهر جلياً وبوضوح كيف تقلبت رؤيته للقانون الأمثل من القبول بتجميل قانون 60 في 8/9/2011 إلى النسبية على أساس أن لبنان دائرة واحدة في 21/9/2011 و15/5/2012 و19/5/2012 و2/12/2012، مروراً بانتقاد مشروع اللقاء الأرثوذكسي واعتباره يشكل مساً بالميثاق الوطني ولا يؤمن تفاعلاً وتقدماً نحو المواطنة، رافضاً أي قانون انتخابي مذهبي، معلقاً آمالاً على قانون انتخابي يضرب المرض الطائفي في لبنان، ومحذراً في 16/12/2011 خلال مداخلة له في بكركي من طرح اللقاء الأرثوذكسي، ومشدداً على أن أي نظام انتخابي يجب أن يسمح بالتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع وصولاً إلى المطالبة بإقرار هذا المشروع، وإلا إيجاد قانون غير الأرثوذكسي يؤمن العدالة والتمثيل الصحيح، موافقاً في 3 نيسان 2013
وبعد لقاء بكركي التشاوري برعاية البطريرك الراعي على تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي والاتفاق على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي. وهنا أسأل الرأي العام المسيحي، كيف يفسر العماد عون تقلباته المختلفة من نقيض إلى نقيض دون أن يتهم نفسه بالازدواجية؟ وهل يحق للعماد عون أن يغير موقفه من قانون الانتخابات وينقلب عليها فيعتبر في واحدة منها بمنطقه متآمرا على حقوق المسيحيين ومتخليا عنها، وفي الأخرى حريصا عليها وساعيا إلى استعادتها؟ كيف تحول مشروع اللقاء الأرثوذكسي عند العماد عون من مشروع يمس بالميثاق الوطني ويكرس المرض الطائفي ويعبر عن نوع من الفكر الانعزالي ويشكل قانونا انتخابيا مذهبيا ولا يسمح بالتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع، كيف تحول مشروع اللقاء الأرثوذكسي من كل هودي إلى مشروع مثالي وفرصة حقيقية وحيدة لتأمين العدالة وتثبيت الوطن؟ وكيف يوفق العماد عون بين موافقته على تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي في بكركي في 3 نيسان 2013 برعاية البطرك الماروني لصالح العمل على قانون انتخابي توافقي، وينتقد في الوقت نفسه سعي القوات اللبنانية إلى إنجاز مشروع يحظى بتوافق لبناني عريض، ويتحامل على الدكتور سمير جعجع ويتهمه ظلما بالتراجع منفردا وبتقديم تنازلات؟ إن الكلام عن التنازلات يصيب مباشرة العماد عون بشهادة صديقه فايز أزي الذي ذهب إلى حد الكلام ليس فقط عن تنازلات بل عن انحرافات ومساومات. رابعا، وبالعودة إلى أصل الخلل في التمثيل النيابي المسيحي، لا يمكن أن نغفل أن الخلل بدأ واستمر منذ سنة 1990 مع السيطرة السورية على لبنان. لقد سعى النظام السوري بقيادة حافظ وبشار الأسد وعلى مدى عقود من الزمن إلى إلغاء فاعلية الوجود المسيحي في لبنان وتهميش الجماعة المسيحية وإقصائها من خلال تكريس الخلل في التوازن اللبناني وحرمان المسيحيين من أي تمثيل حقيقي في كل مؤسسات الدولة. لقد رفع نظام الوصاية السورية عدد النواب من 108 إلى 128 بقصد إحكام عملية الانحراف وإغراق التوازن المسيحي الإسلامي عبر توزيع المقاعد المسيحية المستحدثة على مناطق يسهل التحكم بناخبيها، ويستمر اليوم العماد عون مع التحالف مع هذا النظام نفسه. خامسا وأخيرا، أدعو العماد ميشيل عون إلى وقف حملة المزايدات وإلى منع العودة إلى الأحقاد القديمة والمتاريس القديمة وإلى المحافظة على مساحة للتعقل والرصانة في مقاربة المسائل السياسية. وأدعو المسيحيين في لبنان إلى التبصر في أن لا معنى لاستعادة أي حق أو تمثيل إذا كان الثمن تقدم مشروع